السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم من جديد بعد انقطاع يومين، ولكن النهاردة مع عروض نادي الاعمال. عرض نادي الاعمال النهاردة اللي نازل قوي جدا، تلات اضعاف. يعني كنا متعودين ان على طول بينزل كل جمعة، للأسف بقاله حوالي جمعتين اصلا ما نزلش عروض، او جمعة واحدة اللي فاتت دي بس. النهاردة رجعنا لكم باقوى عرض، اللي هو بيبقى في تلاتة الكوينز، بدل ما تبقى 100 بتبقى 300 مع العرض الفي بي ان اللي هنتكلم عليه النهاردة. معانا لعبتين هنتكلم عليهم، اللعبتين قويين جدا جدا وسهلين جدا جدا جدا. فدرايكك العنيف واشترك لو انت اول مرة تتفرج علينا، ويلا بينا نبدأ في الفيديو مع بعض. رجعنا لكم من تاني من داخل اللعبة. زي ما انت شايفين، اول ما تفتح يا باشا هتشغل الفي بي ان بتاعك. زي ما انت شايف عندي في شريط الاشعارات اهو الفي بي ان، باندا في بي ان بتاعي اللي انا بستخدمه على طول. الفي بي ان اللي لازم تسمع له اعلان عشان تستخدمه لمدة نص ساعة. اول ما تستعمله هتروح على الولايات المتحدة الامريكية، وزي ما انت شايف مكتوب يونايتد ستيتس. السيرفر اللي انا بستخدمه شخصيا اسمه جاك سونفيل، ده اللي انا بحمل منه الالعاب، لان من وجهة نظري ده افضل سيرفر بيجيب العاب في سيرفرات امريكا كلها. فبالتالي افتح الفي بي ان بتاعك زي الفل، الدنيا كده تمام معاك. هتروح تفتح المدرب الافضل، وتروح على علامه الجرس اللي فوق في الشمال دي. ما شاء الله ما اكتر العروض النهارده، اربع عروض حتى بدايه الموسم. يعني الف مبروك بعوده الموسم الجديد 22 23. الدوريات خلاص اتحدثت في اللعبه، فبيقول لك اختر فريقك المفضل، مكافاه وضع فين. زي ما انت شايف نكود نادي الاعمال، دوري رخيص، عرض خاص على الدوريات الخاصه والكش الموفر. زي ما انت شايفين هنضغط احنا على اللي يخصنا دلوقتي، مكافاه وضع فين اللي في النص دي. هتضغط عليها هيوديك على طول على التاب جوي اللي لونها ازرق دي، على الايرون سورس اللي لونها اخضر، على الفايبر اللي لونه اصفر. زي ما انت شايفين النهارده اللعبتين معانا من الايرون سورس اللي هو لونه اخضر ده. هتضغط عليه على طول هيدخلك على قائمه الالعاب. اهم حاجه ان استخدامك الفي بي ان في الايرون سورس مش هتقفله اطلاقا، الفي بي ان هيتن مفتوح معاك طول الوقت من غير ما تقفله ولا لحظه. يعني هتحمل بيه اللعبه، هتخش على الايرون سورس وانت فاتحه، حتى هتلعب اللعبة وانت مشغل الفي بي ان، مش هيبقى فيه اي مشكلة معاك، عشان خاطر نتفادى البلوك، وعشان خاطر نتفادى ان اللعبة ما يحصلش فيها مشكلة. دي قائمة الالعاب اللي هتفتح معاك. زي ما انت شايف دلوقتي الالعاب بتحمل اهيت، اللعبة او اللعبتين اللي انا حملتهم وهنستخدمهم النهاردة واشرح لكم بالتفصيل باذن الله. اللحظة الصفحة تحمل بس واوري لكم اللعبتين. ممكن نطلع لو حصل معاك الموقف ده ان الصفحة ما حملتش، ممكن تطلع وتحاول تدخل من جديد، بإذن الله هتحمل أسرع من الأول. فعموما انا بنبه تاني عبال الصفحه ما تفتح ان انت اوعى تقفل الفي بي ان بتاعك اطلاقا، لازم يكون مفتوح على طول، ده اهم شرط في استخدامك للايرون سورس. ان بروجريس، واخيرا فتح اهوت زي ما انت شايفين. على فكره في ناس بتيجي تقول لي، او في ناس بتيجي تخش على الان بروجريس اللي في اليمين دي وتقول لي يا عم انا ما لقيتش اللعبه. بص يا صاحبي، عشان خاطر القايمه ديت بتاعه الالعاب اللي انت حملتها، مش انت داخل تحملها، انت حملتها خلاص. فانت اللعبه هتدور عليها في اول حته اللي هي مكتوب على ايرن بوس كوين. زي ما انت شايف هنا دي القايمه اللي انت هتدور فيها، القايمه الطويله العريضه دي. واللعبتين اللي انا حملتهم، اول لعبه لعبه اساس يعني بنايه غرف شقه زي ما انت شايف، اسمها ميرج دام هوم ديزاين. زي ما انت شايف اربع مهمات طالبهم، بيقول لك انلوك كيتشن اريا، افتح المنطقه بتاعه المطبخ، بعدين الباث روم اللي هو الحمام، بعدين تي في روم اوضه التلفزيون، بعدين انلوك كيدز روم اوضه الاطفال، اخر اوضه خالص اللي عليها 333 كوين. العرض كله ب 774 كوين. على فكره انا ما رضيتش انزل عروض كبيره، قلت يعني اديكم العاب سهله تلحقوا تخلصوها في البدايه عشان خاطر ما تطولش معاكم وتلحقوا تاخدوا الكوينز دي في اسرع وقت. في 774 كوينز في اول لعبه هنخش نشرحها دلوقتي. تاني لعبه، وهي لعبه الاطفال كلهم بيحبوها، يعني لو حتى اخواتنا الصغيرين كلهم بيلعبوها، وهي اللعبه دي جاين تراش. زي ما انت شايف عليها 480 كوين، يعني المستويات بتاعتها
هنا مش مكتوبة، ولكن المجمل بتاعها بيقول لك انك توصل لليفل 78 98، توصل يعني اخر واحد اللي هو عليه 263 كوين ده، بيقول لك اوصل ليفل 98 في اللعبة. فعرض سهل جدا، معلش انا يعني بعتذر لكم نسيت اخد سكرين ليها، فبالتالي انا مش عارف المستويات بالظبط، بس اعتقد انا شفت اول ليفل واخر ليفل، اللي اول ليفل كان ليفل 20 هتاخد عليه ال 85 كوين، واخر ليفل اللي كان 98 هتاخد عليه ال 263 كوين. فكده معانا 480 ومعانا 770، فكده معانا محصلة 1100 او 1250 اعتقد، محصلة الكوينز بتوع اللعبتين. فدلوقتي حان دور ان احنا نروح على اللعبة دي، الميرج دام هوم ديزاين، زي ما انت شايف هروح اوريها لكم لعبة مفيش اتفه من كده، لعبة سهلة جدا 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 هي واللعبة التانية. فلو انت ما عملتش لايك فانا زعلان منك، لان اللايك ده اللي بيحفزني، اللايك ده اللي بيوصل الفيديو للناس كلها عشان نوري لهم ان عروض الكوينز نازلة بقوة المرة دي. وعلى فكره يعني الدعم عاجبني الصراحه على اخر فيديوهين بتوع التكتيكات 4 3 3 و 4 4 2 اللي اتكلمنا عليهم، يعني دعمهم قوي جدا، فاستمروا عمالقه في دعمكم ده، وانا ان شاء الله وراكم يعني واحده واحده بالفيديوهات بتاعتنا هنكسر الدنيا. فبينا على اللعبه نشرحها بالتفصيل مع بعض. رجعنا لكم من تاني من داخل اللعبه، زي ما انتم شايفين ادي اللعبه معانا اهي، دي واجهتها اول ما بتخش. طبعا انا عديت دور، يعني زي ما انت شايف هنا دي قائمة الحاجات المطلوبة انك تفتحها، زي ما انت شايف الباس روم والتي في روم والبيبي، وادي الكيدز روم اهيت. احنا هننزل قدامنا نفتح كل ده، اول قاعة اللي هي كان اسمها الهول، لو دخلت عملت فيو هيعمل لودنج ويوري لكم القاعة اللي انا خلصتها. دي القاعة اللي انا عملتها كلها، خلصتها بكل المطلوب فيها. دي يعني اللعبة ان انت المفروض ان انت تبني الاوضة دي، او زي ما انت شايف تعمل الديزاين بتاعها بالشكل الاحترافي ده، انت اللي بتختار الشكل طبعا في الاخر. فدي اللي انا خلصتها، هنرجع ونروح نروح على الديزاين التاني المطلوب مني ان انا اخلصه، وهو اللي قدامكم دوت. دلوقتي قائمه الاعدادات اللي فوق دي مكتوب فيها ساين ان ويز فيسبوك، لازما انك تسجل في الفيسبوك عشان خاطر ما ترجعش تقول لي ان ما ينفعش انا ما سجلتش والكوينز ما وصلتش. لا، نصيحه مني ليك، سجل بالفيسبوك لو استطعت عشان خاطر باذن الله تكون مضمون ان الكوينز توصلك، وعموما حتى لو ما سجلتش باذن الله اللعبه دي هتوصل لك الكوينز لحد عندك، فما تقلقش يعني. فانا قلت احتياطي انبهكم على حته الفيسبوك. تاني حاجة وهي كلمة بلاي او التاسكس اللي على اليمين دي، وهي دي المطلوبة ان انت تجمع نجوم، النجوم بتبقى منورة فوق اهي، انا معايا نجمتين بس، وعشان اعمل المكتبة اللي هي اللايبراري عايز مطلوب مني 3 نجوم، فهخش العب عشان اجيب النجوم دي. هتضغط على كلمة بلاي هيدخلك على طول على القائمة اللي انت بتلعب فيها، القائمة دي ما بتتغيرش. زي ما انت شايف القائمة دي الحاجات اللي بيبقى معمول عليها شعاع زي دي كده، او دي كده اللي معمول عليهم شعاع، او ديت جبتهم لك جنب بعض همت، واللي بيحملوا دولت ايضا عليهم شعاع بس انا خلصتهم. فاللي عليهم شعاع دول بتنك تضغط عليهم كده بيطلعوا حاجات زي ما انت شايف قدامك، بتبدا تضمهم على بعض، وكل حاجتين شبه بعض بتضمهم على بعض لحد ما تلاقي حاجه جالك عليها علامه صح. احنا هنطلع كل اللي فيها. وعلى فكره الشعاع ده هتقول لي طب ايه لازمته او ايه علامه الشعاع دي، هفهمها لك. بص فوق على الشمال هتلاقي علامه الشعاع اهيت، بيخلص يعني انت كل ضغطه بتطلع بيها حاجه من الصندوق ده، زي ما انت شايف الشعاع اللي فوق ده اللي فوق على الشمال ده بيقل. بس دلوقتي انا جاي لي عرض ان معايا ربع ساعه مدى الحياه اتن اضغط زي انا ما عايز، مش هيقل ولا اي حاجه، فبالتالي استغل العرض ده اول ما يجي لك، اوعى تطلع من اللعبه تنك العب لحد ما تخلص الربع ساعه وتخلص الشعاع المطلوب منك ده، لان صدقني يعني انت هتستغله بشكل كبير جدا جدا جدا. زي ما انت شايف انا عمال الحاجات اللي بتجيلي بطلعها عشان اضمهم على بعض. لو انت مش لاقي لعبه قدامك استنى الكمبيوتر هيقول لك تلعب ايه، ادي مثلا لعبه اهيت ثم لعبه كمان اهيت لحد ما تلاقي حاجه جات لك عليها علامه صح، زي ما انت شايف تطلع من الشجره دي كمان اي حاجه عليها شعاع قدام حضرتك اهوت، هتضمهم على بعض كل اللي تجيلك، هتقعد تضم الحاجات اللي بتجيلك كلها على بعضها. المهم ان انت بتلبي طلبات الناس اللي فوق دولت، يعني اول واحد اللي طالب يعني مش عارف ده باين رابسه ده ولا ايه، فانت بتلبي طلباتهم اللي هو مطلوب فوق انت بتعمله لحد ما تخلص المطلوب فوق خالص، وتخلص تجيلك تجمع اكبر عدد من النجوم عشان خاطر تستخدمهم زي اللعبة ما هي طالبة. زي ما انت شايف ممكن تفك الحاجات برضو اللي معمول عليها جنازير دي، بتفكها عادي مفيش اي مشكلة. فانا بحاول دلوقتي ان انا اوصل معاكم لحاجه مطلوبه فوق، بس مش عارف لسوء الحظ مفيش حاجه راضيه تيجي، بس ان شاء الله واحده واحده هنجيبه حاجه دلوقتي. فين استنى الكمبيوتر اهو، بص الكمبيوتر هو او اللعبه هي اللي بتوضح لك بتقول لك تلعب ايه لو اللعبه اتقفل، زي ما انت شايف لو انت مش لاقي لعب
فاللعبه بتسهلها عليك يعني ما تقلقش. وكل شويه ما بتلاقي حاجات تانية اكتر بتطلع لك عشان تقدر تستخدمها. اهو بص جالي علامه النجومه اهيت لاول راجل اللي طالب المفك ده وطالب معاه كمان ايد المكنسه دي، او زي ما انت شايف المكنسه دي اعتقد بتيجي من هنا، لا مش من هنا، بس عموما هي دي اللعبه بتفاصيلها. انت بتنك تجمع كده لحد ما تجمع حاجه هم طالبينها. دينا جمعنا المنشار كمان اهو مطلوب، فالحاجه اللي بيبقى عليها علامه صح دي بتبقى مطلوبه، فما تضيعهاش من ايدك لان دي الحاجه اللي هم بيبقوا طالبينها والحاجه اللي انت المفروض تقدمها لهم. فبس كده دي اللعبه ببساطه. بص حتى الاثنين اللي عليهم علامه، الحاجات اللي بيبقى عليها علامه شعاع تقدر تضمهم على بعض تعمل حاجه اكبر. فدي اللعبه ببساطه، اللعبه بكل سهوله من غير اي مجهود ولا اي حاجه، انت بتنك تجمع الحاجات كده لحد ما تلبي طلبات الاشخاص اللي فوق دولت. اللعبه يعني طويله نوعا ما ولكن سهله والله وهتخلصها بسرعه صدقني. فخلصنا من اول لعبه، نروح على تاني لعبه اللي ما فيهاش اي شرح كتير، فما تقلقش كمل معانا الفيديو مش هيطول باذن الله. ورجعنا لكم من تاني من داخل اللعبة. هي دي اللعبة بتاعت جاينت راش زي ما انت شايف، بتجمع شخصيات وبتاخد الحاجات دي عشان تكبر نفسك زي ما انت شايف كده. يعني لعبة سهلة، انت يدوبك الشخصية بتتحرك بس. على فكرة اللعبة دي فيها اعلانات فابقى خد بالك. انت بتجمع الحاجات دي والجواهر عشان تروح للبص الاخير وتواجهه، تنك تضغط كده عشان تكسبه لانك انت اقوى طبعا. كل ما تبقى اقوى كل ما هتفوز في المواجهه الاخيره دي، وما تقلقش يعني هي دي اللعبه ببساطه. احنا كده خلصنا ليفل واحد، فبص ممكن تعمل كلايم 2 عشان تاخد الجواهر، بس احنا ده مش هدفنا، احنا عايزين نخلص على طول عشان نعدي للليفل اللي بعده. فاعتقد ممكن تعمل سكيب للكلايم 2 دي، لا ده هي اصلا فكرتها في فيديو بس هي مش فيديو. بس كده دي اللعبه هتضغط وتروح تجمع الشخصيات اللي شبهك. انت لونك برتقاني دلوقتي بقى لوني اصفر، فهاخد الشخصيات اللي لونها اصفر، هبقى لوني ازرق كمان شويه زي ما انت شايف. بس هي دي اللعبه بكل بساطه، انت يا دوبك بتنك تجري كده لحد ما توصل للاخر وتواجه الوحش الاخير اللي جاي قدامنا هناك. هو ليفل 23، لازم أن تبقى انت اقوى منه. انا ليفل 31 دلوقتي، فبالتالي انا اللي هكسب. بتوصل هناك وتنك تضغط تاب تبع على الشاشه عشان خاطر تغلب الشخصيه اللي بتبقى قدامك دي. وبس كده خلصنا ليفل 2. دي لقينا الاعلان، وزي ما انت شايفين دلوقتي بقى بيقول لك استخدمه في فيديو او اعمل كلايم عادي. هتضغط كلايم، جالنا اعلان يعني رخم علينا في اللي فاتت دي، ولكن على العموم هي دي اللعبه بكل بساطه. هتضغط من علامه الاكس اللي فوق على اليمين دي وخلاص كده. هي دي اللعبه هتطور الشخصيه بتاعتك زي ما انت شايف بتطورها عشان تبقى اسرع او تبقى اقوى او كذا. بس هي دي اللعبه، وكده شرحنا اللعبتين. 1150 او 250 باذن الله كوين هيوصلوا لك لحد عندك. فاتمنى ان الفيديو يكون عجبك، اتمنى انك تكون دعمتنا باللايك، اشتركت في القناه لو انت اول مره تتفرج علينا، واوعى تكون فاتتك خطط 4-4-2 وخطط 4-3-3. معلش لو اتاخرت عليكم في فيديوهات الدوري، معلش عشان عندي مشكله في النت، فانا بحاول اصور الفيديوهات المهمه بس ليكم. بس باذن الله هرجع لكم بقوه مع الدوريات اللي جايه، فاشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام عليكم.